مع ضيفي داخل الاستوديو الشاعر أبي إبراهيم محمد ود القشعي. صباح الخير عليك. صباح النور عليكم أسرة سودانية 24. كيف الأحوال؟ الحمد لله. في تحية صباحية شعرية كذا ممكن نبدأ بها حلقتنا؟ والله ممكن أقول لكم: لو أعيش في الدنيا غيركم ابقى حال الدنيا قاسي، أصلي في لحظة فراقكم قلبي عايش في مآسي، ولما بكرة تهل عيونكم تاني في عمق المراسي برضي يصبح يودي ليكم شي ما في طبعي الأساسي. يا سلام عليك، يديك العافية أبي. كذا إن شاء الله دائما يعني يكون الشعر هو دائما من يعني المساحات الجميلة كذا، ممكن تكون هي دوحة راحة كذا لكثير من الناس اللي بيحبوا الشعر، بيحبوا قراءة الشعر في كل الأوقات كذا. يعني إن شاء الله كذا يكون شعرنا زي ما قلت بمزاج الصباح كذا. بداية أبي، يعني خلينا نتكلم عن كيف كانت بدايتك أنت مع الشعر والكتابة. والله بدايتي من بدري، يعني من الطفولة، يعني من الطفولة تكتب شعر؟ من المرحلة الأساس، يعني مرحلة الأساس، كانت يعني عبارة عن حاجات هامشية. مرحلة الأساس يعني بشكل الشعر أو طبيعة الشعر اللي كنت بتكتبه في الفترة دي كانت عبارة عن قصص، يعني ما استحضر لك كده بالضبط. فالمهم نميت الموهبة دي بعد ما دخلت الجامعة، هو بديت اكتب. يعني مشيت معاك من الاساس كده؟ من الاساس، لكن ما كنت مهتم بها كده لحد ما وصلت الجامعه بالضبط كده. معناها كانت عندك قدره عاليه كده في التعبير كده بصوره عامه. والله يعني الحمد لله. كنت يعني حتى في البرامج كنت بقدم البرامج في مراحل التعليميه كده. تمام، كلام جميل. طيب أيوة. يعني انت بتلقى نفسك فيها نوع من انواع الشعر كده بصوره عامه، يعني بالذات بتسهل لنا المحاور كده ان احنا نمشي معاك فيها تمو كده بالصباح. والله دائما بلقى نفسي في الفراق، الحب، يعني الغزل والفراق. الاثنين بالمناسبه هم يعني نفس مع نفس يعني ايوه. فشنو انا يعني اكثر شيء بلقى نفسي فيهم؟ الغزل والفراق. الغزل والفراق. طيب كويس، ممكن نسمع حاجه في الغزل؟ ممكن. ممكن نسمع. طيب قصيده بعنوان لحظه فرح، بتحسسك لحظة فرح شايل الأمان، واستنشغك ريحة عطر عم المكان، وتنفسك زي كلمة مالية الكون حنان، وانسج حروفك أغنيات عبر الزمان، يا حلوة زي نور القمر وسط النجوم تلقيه بان، ويا عالية فيك غوام مسيل سموا عليك السيسبان، مليانة حن ومليانة شوق بالخير أكيد قلبك ملان، ما تزيدي هجرك يوم علي تلقى الحنين جوايا بان، والسكة صعبت لي شديد كيس الولف كيس الحنان، والدنيا فجأة بقت ظلام والعتمة آنست المكان، والعيون سالت دموع مشتاقة تفرح زي زمان، يا ريت تعود أيام نديك وتصبح حنان مليان أمان، يا ريت تعود أيام نديك وتصبح حنان مليان أمان. ده غزل وفراق الاثنين. الموضوع ده طالما موجود. طيب يعني ويمكن يكون الغزل والفراق الاثنين هم دائما الاقرب للشعر الغنائي كده، انت يعني ايوه حاولت تكتب شعر غنائي كده او في أيوة. بعض الفنانين أيوة. لك كده. والله انا لسه طبعا يا دوب عملت الديوان صنفته لسه، لكن برنامجي يعني لحظه فرح. لحظه فرح سميته بلحظه فرح، فلسه ما وصلت مرحله انه شنو يتغنن، لكن في ان شاء الله. جميل، يعني في الفكرة أو في المشروع؟ في الفكرة في المشروع أيوة. يعني في قصائد أنت شايف إن هي ممكن تغنى أو ممكن تقدم لفنانين؟ إن شاء الله. إن شاء الله. تمام، حنتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله يا رب. اللهم كدا. آمين. يعني في كتابات معينة كده يعني برضو يعني بعيدا عن الغزل، ممكن تكون أقرب للغزل لكن هو الغزل في الأم والأب، يعني كده باعتبار أيوة. كتابات مجتمعية كده، أنت اهتميت بالحياة برضو في كتاباتك؟ أيوة. كتبت في الأم، كتبت نص في الأم، قصيدة بعنوان ست الكل، مشتاقة وصف في الكلام لأمي ست الحسان، الشوق موصل بالسلام مليان وزايد بالسلام، من قلبي بهديك احترام يا أمي ست الحسان، يا أمي ما ظنيت يوم توصف غلاوتك لي حروف وحب لك فوق كل شيء رغم المواجع والظروف، شوقي الكثير قسمت لك يوماتي زايد في الصفوف، يا أمي دائما بشتهيك لحظة أكون جنبك وقوف، وتبدلي أنت الكلام بدعوة تحمي من الظروف، يا أمي دائما يا أمي ريدك في القلب، يا أمي ريدك في القلب
مخطوط يا رب مرادك في القلب يا رب مرادك في القلب مخطوط كم مكان وخصصته ليك يكون سند لو مرة طالبيك الزمان وكل ما أتوه ومشي وأجيك بلقاك لي مصدر أمان وبدعو لك ربي الكريم احفظ مكانتك في الجنان وبدعو لك ربي الكريم احفظ مكانتك في الجنان إن شاء الله يعني ربنا يحفظ جميع الأمهات كده يعني دي يمكن إحنا نعتبرها إهداء لكل أم في هذا الصباح اللهم يعني إن شاء الله والمغفرة لكل أم فقدناها يعني أيوة الله يخليك يا أبي يعني يمكن في الآونة الأخيرة كده في كثير من الأزمات الاقتصادية اللي عانى منها السودان كده ودائما الأزمات يعني تولد المواجع والمواجع هي بتكتب بتخلق القصائد والشعر كده نعم كده أيوة. كيف الكتابات كانت معك كده مثلا في والله طبعا معاناة الوطن أي كتبت في الوطن قصيدة قلت صباحك يا وطن دائما سعيد ومعافى ورغم الظروف أرواحنا ليك هتافة حرفين حالفين بالقسم لو يبقى موتنا مسافة ما بنمل وحاتك إلا تبقى معافى وحافظينك وعود ورسم كمان وكتابة يا أجمل وطن في وصف ليه مهابة وحافظينك كلام مليان حروف وسماحة وفيك القول وقف في وصفك انت صراحة يا رب العباد احفظ وطننا وجاهه وختينا الدروب اللينا تبقى متاهه واحفظ لينا سوداننا النعز مكانه واحفظ لينا اهل الوقف ليه وحصانه وارسينا الكرم والجود اصول ومتانه وقت الحر جت تحلف تقول ترسانا ديلها للبفاخر بيهم اي حضاره ركزين في الفهم قاصدين يكونوا مناره لو جيتم غريب تلقى السلام بحراره دارسين الحقوق خاتين غيامهم شارة ديلها لي وقت الحوبة بيبقوا بصارة وإن فارقتهم باكر تقول يا خسارة وإن فارقتهم باكر تقول يا خسارة أكيد يعني ممكن لسه الوطن بعاني من الأزمات الاقتصادية كثيرة أيوة. جدا كده وحاليا الشعب يعبر عن امتعاضه الكبير جدا من الأزمات الاقتصادية اللي كانت متوالية في الفترات الأخيرة كده وممكن أيوة. تكون هي كانت مرهقة لي الجميع كده أيوة. وبي يعني الآونة الأخيرة أو مثلا في العصر بتاعنا ده كده التعبير يتغير أو شكل الكلمة ذاته يتغير أيوة. كده بقى يعني حتى الشعر ذاته بقى جاذب بطرق مختلفة جدا كده إنك أنت بتحتاج في كل فترة من الفترات إنك تغير من اللغة بتاعتك أو تغير من شكل التعبير بتاعك كده اللي هو نتكلم عن في زمن ده زمن السرعة والعولمة كده شكل أيوة. التعبير يتغير كيف يتغير عندك ولا حال يتغير ولا لسه محتفظ بشكل معين كده من الكتابة أنت والله طبعا أنا القصة يعني ما إيه بس اللي بأخذ الفكرة اللي بكون دار أكتب فيها بكتب بلغتي العامية طبعا الحقيقة كلام البيجيني بس كله بقوم بكتبه في الحاجة اللي أنا دار أوصلها في الآخر هي رسالة بتوصلها أنت للمستمع أو الغاري يفهم منا شنو الحاصل يعني من القصة أنت دائما تفضل تكتب بالعامية باللغة العامية أيوه لأن أقرب إلي وللمجتمع توصل الرسالة وأي زول ممكن يفهم الكلمات بتاعتي دي انت دائما بتحب مثلا في كتاباتك انك توصل رسالة ايوة ارسل رسالة يعني مثلا دي برضو كانت ترجعنا الكتابة المجتمعية كده شنو أيوة. تاني من اشكال الكتابة اللي انت بتحب يلا طبعا انا حسي كتبت في الثورة ثورة كتبت فيها قلت ثورتنا جات ثورة وعي غايتنا يتحقق سلام اربط شمالنا مع الجنوب بيناتنا يبقى وفا ووئام ثورتنا جات تنصرنا من عهد الظلام تنصرنا من عهد الكذب عهد الكلام ثورتنا جات مصحوبة بأحلام شباب دارين يحققوا للسلام المن زمن مفهوم غاب دارين يقيفوا مع بعض وعزيمتهم واصل السحاب دارين يمجدوا للوطن موروث يتخطى في كتاب لا فيه ذل لا فيه لوم لا فيه عتاب مفهومه انه نكون سوا ونحقق احلام الشباب مفهومه انه نكون سوا ونحقق احلام الشباب يعني رسالتي لناس الثورة دي دي كتبتها بعد الثورة ولا قبل الثورة ولا اثناء مثلا كتبتها بعد الثورة يعني عن بعد يعني بقى واضح مفهوم الثورة شنو حتى أنا قصدت إنه أنا يعني في الفهم كله من هذه الثورة إنه شنو يكون في سلام رجع علينا السلام والشباب تحقق أحلامهم أكيد ده الهدف من والثورة مستمرة كده هي مستمرة. ما زالت مستمرة والله ما زالت مستمرة أكيد يعني وبي يعني أنت ذكرت
الديوان، احنا نتكلم عن ديوانه كذا لحظه أيوه. فرح كذا ايوه، اديني تفاصيل عنه اكثر. والله ديواني لحظه فرح بيتكون من 103 قصيده بيحمل اغلب الديوان قصايد بيحكي عن هو الغزل والفراق. ال 103 قصيده ذات الفتره الزمنيه اللي كتبتها، يعني انت جمعت قصايدك من الفتره الزمنيه كده مثلا 2019 بالضبط. من 2019 ل 20 او بدايه 2021 كتبت 103 قصيده. ايوه يعني ما شاء الله كده ذاخري جدا. لا لا الحمد لله. ايوه انا طبعا ما من بدري طبعا، بس حسي لقيت انه اقدر اصل ياهو انه اعمل دي، لان ما كنت اخذت لها اهتمام كده. موجود انت الديوان اطلقته خلاص ولا؟ الديوان يعني حسي حاليا في المصنفات الشوارع دارين يجيزوا، فبستلم شهادته ان شاء الله خلال الاسبوع ان شاء الله. اي ان شاء الله. يعني بعدك حتنزله بصرف في السوشيال ميديا او بعد؟ ايوه هيصل ان شاء الله لكل الناس، كل نسخه مطبوعه. ايوه في صفحه هيكون منه ان شاء الله نسخه مطبوعه، وفي صفحتي في الفيس هتعمل له تتشين كده، هيكون في شكل تتشين الديوان. والله ان شاء الله. ولا بس حتطلقه طوال؟ والله هطلقه ان شاء الله كده لما نشوف الاقبال على الناس ونشوف ان شاء الله. مشاريع مستقبليه كده مثلا، او في كتاباتك يعني مستقبلا كده بتتمنى تكتب عن شنو؟ في يعني شكل جديد من اشكال الكتاب انت يعني حابه وشايف انك انت مثلا عاوز تكتب فيه وعندك الرغبه في انك تكتب فيه؟ والله انا زي ما قلت لك يعني انا ماشي مع العصر، يعني انا ماشي بالضبط كده. الحاجه اللي بيجي بوصلها لي اللي بتوصل الرساله في الاخر، انا دار اورسل الرساله سواء كانت شنو العصر ده ماشي باي ظرف او باي شيء، انا دار يعني بشيل عشان اوصل الرساله للمستمع. ف زي ما قلت لك انا بميل للحب والفراق، يعني اكثر قصايدي بحس نفسي انه انا فين، حتى اذا كان حكيت بواقع انسان ثاني او بواقع عني انا. جميل كده. ده يعني الديوان بصورة عامة كده لحظة فرح كده، هل في رسالة أو هوية معينة كده موجودة في الديوان ولا هي بس قصائد متفرقة؟ والله قصائد ما متفرقة بتحمل بهول حب والغزل، وبالإضافة لباقي القصائد يعني من باقي مختلف يعني الحاجات اللي حصلت في. طيب في تحديدا في الغزل ده كده في كتابات معينه كده كانت موجهه لمحبوبه، كانت موجهه لقريبه؟ والله يعني موجهه لشخص بعينه كده كانت في كتاباتك كده؟ ممكن يعني ممكن نقول، لكن انت سرحت عديلي او ما ممكن كده وجهت قصيده كده يعني بانه القصيده دي انت بتكتب فيها كده، وحسيت انه مثلا الاحساس اللي بتكتب بول القصيده دي هو موجه لشخص معين كده؟ انا السؤال ده ما حتخطاه كده لحد ما تجاوب عليه. والله قصيده يعني كتبتها ل المرتين المستقبليه، يعني زوجتي المستقبليه. يا سلام كده، كل التوفيق ان شاء الله يا رب. وموجا اساس انه هذا يعني الاسم ده مشهور به شديد. ما ودى القشاش يعني؟ لا ودى برضه ودى القشاش ده طبعا، ما ده كنيه العائله وكلمه لكن يعني دي نسبة اللي انه شنو انه كتاباتك دائما ارتبطت بالشخصية دي. بالشخصية يعني دي. طيب ممكن نسمع القصيدة دي؟ والله بتقول سافرت في حبك كثير، وشيدت لك جواي مدن، وحددت لك الريد مصير، ومعاكي انت الصبح سكن، وندحت لك في كل مكان، انا لك بحب يا وموجن، وحبك سكن جوا الفؤاد، ما اظن ان سمع الزمن، قل لي كيف انساه ريد، جوا القليب اصبح وطن، واحساسي وعزمت اخلص لك شديد، واحساسي عماه الشجن، وحلفت اخلص لك شديد، واحساسي عماه الشجن. ويعني بس شويه كده القصيده انا استحضر لك كده. والله يا ابي احنا أيوة بتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله كده يا رب كده، ونشوف وجهك كده في الواقع كده. والله ان شاء الله دي بس نبذه منك من القصيده. فعندي واحدة برضو في الفراق حابة يوصلها للناس يعني. طيب نسمع. بتقول قصيدة بعنوان إنساني. بتتكلم بتقول السكة لو جمعتني بيك، أنا تاني ما عايزك معاي، غفرت ليك في الريت كتير، لكنه بس زايد أساي، يا قلبي عذبتك معاي، طوالي كايس لرضاي، أنت أنا كنت قايل في يوم بحن، ما قايل بنكر لي جزاي، انسى الكلام اللي قلته له، وانا كنت في عهدي ووفاي، وعزمت اخلص للوعود،
لو حتى فيها يكون دماي وندحت ليك يا أغلى زول في دنيتي وقمري في سماي خليك لي أقرب قريب في عيني دايما ومشتهاي ولو مرة ضاقت بي ظروف تصبح كمان فرحي وغطاي لكني ما توقعت يوم إنك تزيد لمي في شقاي والليلة بيقوة قلب خليك بعيد أنا تاني ما بتفرق معاي لا تاني راجع ليك يوم لا تاني عندي معاك راي لا تاني راجع ليك يوم لا تاني عندي معاك راي. يا سلام. عانيت من الفراق وانت كده انا شايف يعني تصحبوا معاك في كل قصائدك. والله مش اي زول طبعا في مرحله بكون مره بالمرحله دي لكن شنو يعني دائما زي ما قلت لك الشاعر هو بعبر عن نفسه لكن برضه بعبر عن المجتمع. يعني طيب بالنسبه للشاعر والتعبير عن نفسه كده شنو من المحفزات كده اللي دائما انت بتحفزك وبي انك انت تكتب؟ والله انا بحفزني يعني الناس اللي بتسمع لي يديوني رايهم يعني في القصايد القصيده دي قدرت اعبر التشجيع يعني التشجيع ايوه قدرت اوصل الرساله اللي انا دايره في القصيده دي بمشاعر الزول يعني الشخص دي كل حاجه. كثير من الناس اللي بيتكلموا معاك مثلا بيقول لك والله انت ترجمت احساسنا في أيوة في القصيده دي او مثلا ترجمت كثير في بيت الشعر ده عندي يعني بالنسبه لتو ما اعرف البرنامج يكون طويل لكن عندي قصه يعني دي واقعيه اسمع. أيوة القصة دي باسمها فراق حبيب بتحكي عن واحد حكى لي إنه كان عايز وحدي لمدة 5 سنة واستمرت العلاقة بيناتهم حب وكده لحد ما وصل البيت ولما وصل البيت أبوه رفض فلحد ما حكى لي بعد هناي إنه شنو بعد فترة دقت ليه هو إنه دار تعزمه لعرسة وكده الميم قصة حزينة كده في الآخر الميم إنه كانوا ناس مخلصين وكده فكتبت له في القصيدة دي ودي يعني أكتر قصيدة أنا يعني حسيت نفسي فيها يعني وقدرت أوصل له الحاجة اللي أنا داير يعني الكلام الدا اللي داير يقوله وأنا قدرت أطلعه له. أحيانا بالمناسبة نزول لما يكون ما قادر أعبر عن نفسي دي أيوة نوع من أنواع الألم زي أيوة الألم فكانت بتقول كان يوم فراقك يا الحبيب مليان وجع مليان نحيب مليان أسى ومليان جراح مرت عليه بعد الفرح أصبح كئيب فاركت فيها عز زول من قلبي بنده له حبيب أخلصت له في الريت شديد وعيوني كانت له رغيب وريته كيف حصل الغرام وخليته لي عاشق مجيب حباني بإخلاص كمان قال لي بس انت الطبيب انت الفرح وانت الحزن وانت الاهل واقرب قريب وبقيت خلاص في دنيتي وهواك لي صدر الرحيب مرت علينا سنة وسنين وصلت لي دار الحبيب شايل معاي خاتم فرح وبقيت خلاص لي هالخطيب مرت دقائق وثانيتين وشرحت لي والد الحبيب انا جد بحب بنتك عديل والليله جايك زول خطيب وزعدني انك لي تقول يا ولدي مبروك النصيب لكن بعد لحظه السكات وعرفت انه اليوم كئيب وابوها لي رفض الغرام قال لي بس قسمه ونصيب فجاه الحزن سيطر علي حسيت خلاص امرا صعيب حسيت خطايا مشت بعيد وندهت يا الله المجيب يا الله صبرني الفراق الليله بس فايت الحبيب بعد شهور من الفراق دق الرغم مكتوب حبيب ردد عليها من سكات جواي شكوك مليانه ريب قلت لي دقيت احزمك ليه عرسي لي زولا غريب لا ردت بس لا شفت يوم بس فجاه لي اصبح نصيب دايراك اشوفك من بعيد قبال افوتك يا الحبيب دايراك اشوفك لحظه بس قبال تحيل لحظة مغيب وصدقني حبيتك شديد من قلبي خطيتك نصيب ويبقى الفراق من دنيتك صدقني بس قسمة ونصيب ويبقى الفراق من دنيتك صدقني بس قسمة ونصيب. يا سلام يعني جمال التعبير لما يتماشى مع الحزن ده حاجة مؤلمة شديد مؤلم يعني شديد ايوه بالفعل يعني انت يعني انا كده يمكن يكون فهمت القصة اكتر كده وريته بدي انها هي الحاجة دي ممكن تكون مؤلمة كده زادة بعدين فيها تصالح كده مثلا مع رفض الوالد مع رفض الوالد ايوه تصالح مع الموضوع ده كده ممكن قدرت يعني انه هي تعزم وتضرب له طرف اي لاخر لحظة انه شوفه بحكي لي لاخر لحظة قالت دارت تلاقيه وتشوفه ما معروف ثاني اللي بيحصل فالمهم يعني حكى لي الحرمان ده حاجة صعبة خلاص اي والله فانا كان فاهمين من البرنامج كله انه انا اقدر اوصل يعني احس به يعني اوري انه انا حسيت بالالم بتاعه العاشه اللحظه العاشه وكده وقدرت اوصل له الحاجه الرساله دار اوصلها له فالحمد لله يعني نالت اعجابه ونالت اعجاب الناس كلها سمعوها سمعوا القصيده دي.
يعني أبي والله اللي شرفتنا كثير وصباح الخير عليك مرة ثانية كده. والله لي الشرف ذاتي بأسرة. نشوف لك ديوان ثاني وثالث يا رب. والله اللهم أمين إن شاء الله. فترة قادمة إن شاء الله. لي والله لي الشرف إن شاء الله والتحية لأسرة سودانية 24. شكرا لك كثير. الله يكرمك. نشكرك كثير شاعر أبي إبراهيم محمد ود القشاش شرفتنا. التحية في البداية زي ما قلت بحيي أسرة سودانية 24 يا سلام. والتحية لكل من جمعتني به الأيام منذ الصغر وإلى الكبر ولكل من قدم لي يد العون بصفة عامة والأهل والأحباب. ومن جهة خاصة أحيي الوالد العزيزة سلوى إبراهيم محمد علي والوالد إبراهيم محمد علي القشاش. والتحية للخال عبد القادر إبراهيم بالمملكة العربية السعودية والأخ وصي إبراهيم برضو بالمملكة العربية السعودية. التحية للأخت الكبيرة سارة إبراهيم والأخت الصغيرة ضحى إبراهيم. والتحية لبنت خالي دلال فاروق وخالتي فوزية إبراهيم. والتحية للأخ الذي كان لي سند في مسيرة الشعرية وله الفضل يوسف يحيى. والتحية للأخ فتاح عبيد الله محمد عبيد الله. والتحية لأسرة صديقي عز الدين الصادق والدجيش وأسرة عبد الماجد صلاح قرقر وأسرة مجاهد عبد الرحيم السيمت وأسرة صابر الهادي. والتحية لأسرة غصي وغي الله. والتحية لكل أصحابي ورفقاء دربي ولشباب الحي بالشكابة شاع الدين. ولكم مني خالص التحية والتقدير إن شاء الله يا رب. الله يبارك فيك. توصلكم تحياتي وربنا يحفظكم جميعا. شكرا لك كثير يا أبي.